في ملعب يحبه الجمهور والعاصمي كثيرا. مباراة احترم فيها الويكلو وكانت من خسائر البطولة أن تلعب مباراة مثل اتحاد الجزائر مع شباب قسنطينة بدون جمهور. عبيد الهداف كان احتياطيا في هذه المباراة والاتحاد بالتركيبة الكاملة. أولى المحاولات كانت من شباب قسنطينة بالقسم النشيط في هذه المباراة ورفقائه حاولوا رد الاتحاد كان عبر الوسط. مباراة كانت صراع تكتيكي بين خودة وبلال الزيري. هذا الهدف رفض بداعي التسلل وسط الاحتجاجات. ثم تواصلت المباراة في الشوطية الثاني من خلال تسجيل الأهداف. طبعا هذه ركنية بالنسبة لفريق اتحاد الجزائر. الكرة أخرجها مدافع الشباب من الخط بعد رأسية شيتا. زواري ورفقاء نشيطين كالعادة لكن عديد الفرص ضيعها الاتحاد. طبعا الصور مثل ما وصلت الآن هيكل. يمكن العودة إلى الاستوديو ريثما نجهز صور الأهداف. هذا الهدف الأول بالقاسمي الذي كان نشيطا وسجل هدفين في هذه المباراة. الهدف الأول ثم عدل ثم عدل الاتحاد بعدها قبل عودة بالقاسمي لتسجيل الهدف الثاني ثم الهدف الثالث بالنسبة لشباب قسنطينة الذي لعب مصطفى مازا بالمرتدات ونجح في الفوز. تقريبا طريقة السفر بالنسبة لشباب قسنطينة الآن هي اللعب في الخلف ثم استغلال سرعة اللاعبين والانتقال ثم الفوز. لا حقيقة هو عنده الأدوات المدرب خودة عنده الأدوات التوابل ولا التوابل اللازمة لكي يلعب على المرتدات. سرعة بالقاسمي ولا اللاعب بالغ ولا غيرهم عندهم إمكانيات باش يلعبوا على المرتدات والسرعة تاعهم تسمح لهم أنه يخرقوا الفرص ويلعبوا على أخطاء المنافس. لو نعود كذلك إلى اتحاد العاصمة محمد فريق اللي في كل المنافسات تلقى 8 أهداف وهذا شيء كثير بالنسبة لفريق خارج من كأس رابطة أبطال إفريقيا. تلقى هدفين في كأس رابطة أبطال إفريقيا هنا في الجزائر ثم ثلاثية في صيف ثم اليوم ثلاثية. الفريق يبنى على أسس دفاعية محمد والفريق اللي يتلقى الأهداف أعتقد أنه وضعيته راح تكون صعبة خاصة أنه بلاد زيري لازم يلقى حلول في الدفاع لأنه مشكلة ربما اليوم اتحاد العاصمة هو دفاعه اللي ما عندوش تجربة ويتلقى أهداف كثيرة. طيب هذا لقطة الهدف الثالث بالنسبة لي الفريق. الهريش اللاعب المستخدم الجديد بالنسبة لي الفريق وجد نفسه بعد هجمة معاكسة وجه لوجه وسجل الهدف. شباب قسنطينة متمسك باللعب على اللقب واتحاد الجزائر ممكن نقول أن الفريق الآن فعلا أصبح يتأثر بعدما تحدى كل الظروف. لاعبين الآن تقريبا التحفيز غائب. لا أكيد أكيد كنا نقول محمد ولا تتذكر جيدا قلنا أنه حتى ولو اتحاد العاصمة كان يؤدي مشوار لباس به في بداية الموسم لكن الظروف غير ممكن أن تبقى على نفسها لأنه ربما اللاعبين ولا الطاقم الفني يصبروا كثير لكن الصبر عنده يعني حدود. نعم اليوم اتحاد العاصمة الأزمة ربما أثرت معنويًا على المجموعة لكن أعتقد أنه ما راهيش إلا الأزمة المالية اللي أثرت على اتحاد العاصمة حتى في بعض الأحيان أخطاء من لاعبين شبان في اتحاد العاصمة ربما لأول مرة لعبوا في رابطة المحترفة الأولى لكن أعتقد أنه ما لازمش يعني نكونوا يعني ما لازمش نأطروا بالكلام على اللاعبين تاع اتحاد العاصمة لأنه اليوم اتحاد العاصمة فريق راه يبنى من جديد. اليوم شفنا المباراة أمام شباب قسنطينة كذلك كانت عنده عدة فرص اللي ضيعها. أعتقد أنه النتيجة كانت كل أخرى لو جسد الفريق لعدة فرص على غيرها. شفنا الفرصة اللي ضيعها أي من محيوز اللي كان وجه لوجه أمام الحارس. طبعا